بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ دلوقتي بعد ما خلصنا خدمات الادمنستريتور ان احنا نشوف خدمات العرض الخاصة باليوزر، عدم خدمات العرض الخاصة بالايه باليوزر، وده اهم حتة في الموقع كله، وهي دي اللي احنا عاملين نعمل لها كل الشغل ده عشان يخدم عليها، عشان يخدم ايه عليها. اول حاجة عايزين نشوف من خدمات العرض، مثلا في موقع زي كده بيعرض مجموعة من المنتجات الالكترونية، خلاص، او فعايزين نبدا نعرض له. احنا عندنا فئات منتجات دخلنا بكده، مثلا انا عايز المربع ده، هنطلع اللي اسمه كاتيجوريز ده، هعمل نوت اللينكات اللي تطلع هنا، اللي هنا هتطلع هنا، اللي هي فئات المنتجات، اللي هي فئات الايه المنتجات المخزنه عندي في قاعده البيانات. وممكن نحط لينك كمان هنا للكاتيجوريز، ان هو يعرض اول كاتيجوريز، ان هو يعرضها لك بقى بشكل الصور بتاعتها وهكذا. وممكن نقول فئات المنتجات، وما بين قوسين نكتب عدد المنتجات اللي في الفئة، ممكن، خلاص مفيش مشكلة فيها يعني. فعايزين نبدأ ان اولا نبدأ مع الكاتيجوريز دي، خلاص دي كانت موجودة في الصفحة اللي اسمها index.html كده. خلاص لو دخلنا على الفايلز، دخلنا على نقفل ادمن ده خالص، دخلنا على index.html، خلاص ما بقتش index.html، هنضطر نحولها ل index.php عشان هنكتب فيها كود php او .php، خلاص. قال لي ده كل ده كان بينادي، كل الصفحات دي كانت بتنادي عليها، كل الصفحات دي كانت بتنادي على ده، غير بقى الصفحات اللي احنا كاتبينها بالكود اللي هو في الادمنستور يطلع بره، والكلام ده كله اللي احنا كاتبينها في الكود مش هيعرف يحسها، لكن اللينكات المباشره قدر يحسها. فبيقول لي انا عايز تعدلها، اقول له اه ابديتها، عدلها كلها، خلاص. بعد ما عدلها كده خلاص، كانت الاكواد ما نبقى هنبقى ناخد بالنا بعد كده ونصلح كل الاكواد اللي كانت بتنادي على الصفحه الرئيسيه اللي اسمها index.html، نخليها index.php. طيب نفتح صفحة index.php دي، طبعا بتنادي على style.css و jQuery.js و script.js و swfobject.js، كل دي صفحات داخلية داخل صفحة مين الاندكس. فتحت اهي، الاقي فين الجزء بتاع الكاتيجوريز، قال الجزء بتاع الايه الكاتيجوريز اهو، دي الديفاية بتاعت الكاتيجوريز. معرفش يا معلم عليك كده صح ولا لا، على ما الاقي كلمه فيها وافتح سبليت عشان اشوف جزء من الكود وجزء من الديزاين، هيبقى تقيل افتح الكود احسن. نروح جوه صفحة categories.class.php وهنقول له احنا والله ناويين نعمل قبل قفلة الكلاس هنا، اخر واحدة قفلة الكلاس، اقول له نعمل هنا function جديدة بالاسم ده اسمها show ul categories، وادي بدايتها وادي نهايتها، خلاص. قال لي ماشي، احنا كنا عاملين اي حاجة تخص الموضوع دوت خالص، نعمل هنا جنريت دروب داون ليست، هنعمل نفس الفكره بتاعت جنريت دروب داون ليست، بس عايزين مش نعملها في سيلكت، عايزين نعملها في ان اوردر ليست. انا ممكن اخد دي كده كوبي واعدل ما يلزم الفانكشن هنا، لا مش دي، مش دي دي ال، دي الان اوردر ليست المره دي، باولها بتقول له يو ال، ملهاش اي حاجه تانية خالص، هي يو ال بس، خلاص. الكويري بتاعك سيلكت استريكس فروم كاتيجوري، مظبوط. الريزلت حط ماي اس كيو ال كويري، هيرن الكويري دي ويرجع لي الريزلت، او ممكن نخفف الامور شويه عشان تبقى كلير اكتر، بس اقول له اعطوا له الجمله، مش عايزين نعرف متغيرات كتير. الريزلت هيجي من، هقول له ماي اس كيو ال كويري سيلكت استريكس فروم كاتيجوري، وايل هيلف على الرو ويقول له ماي اس كيو ال فيتش رو من الريزلت، يشد اول رو يبقى ده الرو. عايزين بقى ننظمه هنا بالشكل اللي احنا كنا واخدينه كات، بس انا خدت كوبي كذا مره بعديه. طيب اهو كويس ان هو لسه ما ضاعش مني، اروح اجيب الكود من هنا قبل ما الصفحه دي تتغير، اقول له دور لي على فايند لي على حاجه اسمها اول نيوز، ماشي فايند لي على اول نيوز، ايوه اللي هي دي بالظبط كده اهي. طبعا انت لو بصيت لها كده في المحتوى الاساسي ال اي واي وهايبر ريفرنس واسم الصفحه اللي هتفتح، خلاص. وبعد كده التايتل ده سيبك منه مش مهم خالص،
المهم ان هي اول نيوز. طبعا التايتل ده يعني حاجه يعني اما تقف كده يطلع لك شايف الهنت اللي طلع ده، هو ده الهنت بتاع التايتل، ده الهنت بتاع مين لو انت عايز يبقى موجود يعني. خلاص ده سيبك منه، وادي ما بين ايه وسلاش ايه، والعدد ده سيبك منه دلوقتي مؤقتا، او ممكن نعمله لو احنا عايزينه، بس هتبقى جمله مركبه جايه من اكتر من جدول كومبلكس يعني، مش هتبقى سيلكت استرسك فروم كاتيجوري، ده هيبقى من جدول كاتيجوري وجدول برودكت يعني، هيبقى سيلكت الكات ان او كوما والكات نيم، وعايزين كاونت يعني عد، جيب عدد اللي موجود. كات ان او دي جايه من جدول كاتيجوري يعني سي دوت كات ان او وسي دوت كات نيم. خلاص وكاونت مين هقول له برودكت دوت برو اي دي على ما اتذكر. خلاص ده كله فروم كاتيجوري اللي هو السي كوما وبرودكت اللي هو البي. طبعا ده لازم يكون ليه شرط، عشان شرط الربط اقول له وير ان السي دوت كات ان او اللي بجدول الكاتيجوري لازم تكون بتساوي البرودكت دوت كات البرودكت دوت كات ان او كده. انا قلت له عايز حقل الكات ان او اللي بجدول الكاتيجوري هسي، وحقل الكات نيم اللي بجدول الكاتيجوري. طبعا الكات ان او هنعرف نستخدمها ليه، كات نيم عشان تتعرض، كاونت للبي دوت برو اي دي عشان يعد لي عدد الحاجات اللي موجوده في البرو اي دي، بس بشرط ان يكون من الكلام ده جاي من جدولين، جدول برودكت وجدول الكاتيجوري، دايما بيدل على البرودكت سي وندل على البرودكت بي وندل على الكاتيجوري سي، بشرط ان يكون جدول الكاتيجوري كات ان او زي ما يكون موجوده بالظبط في جدول البرودكت الكات ان او، عشان يجيب لي كل عدد المنتجات اللي من فئه معينه، يعني يعد لي الفئه دي فيها كم منتج والفئه دي فيها كم منتج. طيب نيجي هنا بقى، هاجي هنا اقول له اولنا ال اي يعني ليست ايتم، ليست ايتم ما بنحطش فيها حاجه خالص كده، وكده بنعمل لينكه، احنا مش محتاجين كل الرغي ده خالص، انا غلطان كنت كتبتها من الاول وخلصت. ماشي هعمل متغير اسمه ال يو ال، هكمل عليه انزل سطر ال اي يعني سلاش ان دي انزل سطر، خلاص سلاش ان انزل سطر في الطباعه ده مش هيبان معانا دلوقتي. ال اي اللي هو يعني ليست ايتم، اول عنصر، اول عنصر هعمله لينكه، اللينكه دي هتنادي على هنعمل صفحه اسمها يعني المفروض دلوقتي ادي مثلا يعني انا متخيل ان هنا هوت هيبقى في فئه ماشي اون نيوز اللي فيها 50 منتج دول، لما يدوس على كلمه اون نيوز انا متوقع ان يجي في الحته دي كل المنتجات اللي من الفئه دي، لما يدوس على الفئه دي يطلع لي كل المنتجات اللي من الفئه دي. خلاص كده فهتروح على صفحه اسمها اول برو اوف كات، يعني كل المنتجات من فئه معينه دوت بي اتش بي، دي صفحه لسه هنعملها. خلاص وهنا سلاش اي، وبعد سلاش اي هقفل سلاش ال اي. خلاص كده حلو قوي. في الجزء اللي احنا بنتكلم عليه ده، الجزء اللي احنا بنتكلم عليه ده في الاخر خلاص هنبقى نقفل اليو ال والمتغير اسمه يو ال، في الاخر هنريترن اليو ال. اللي بنتكلم عليه هنا ده هيعمل ال اي اي هايبر ريفرنس اول برودكت اوف كاتيجوري دوت بي اتش بي، ما بين اي وسلاش اي احط الحاجه اللي هتبقى لينك اللي احنا قلنا اللي هي هتبقى اسم الفئه، اللي هي اسم الايه، اسم الفئه اللي هتيجي من رو رقم كام؟ دلوقتي الرو ده اللي هو اول صف، اول رو العمود رقم كام؟ انا عايز دي كات نيم، يبقى ده رقم صفر، ده رقم واحد، ده رقم ايه؟ ده رقم واحد. خلاص كده؟ فيجيب لي الرو رقم واحد، حلو قوي. وبعد اللينكه عشان ما تطلعش لينكه اللي هي زي كده، انت شايف ان كلمه اربعه ولا 24 ولا الكلام ده كله مش معموله كلينكه، مش معموله كايه؟ كلينكه، فهحطها بعد الايه؟ وعايزها ما بين قوسين كده، اقول له ما بين قوسين اطبع لي رو بس رقم كام؟ رقم اتنين بقى. ليه رقم اتنين؟ لان رقم واحد بتجيب اللي هي الكات نيم، رقم اتنين هتجيب العدد،
رقم زيرو هتجيب الكات النوم. خلاص كده كلام جميل حلو. زي ما خدنا في الكويري سترينج ان انا ابعت لصفحه زي ما كنا بنبعت كده متغير جيت من فوق عشان تقدر تقراه وتعرف، انا محتاج للصفحه اللي اسمها اول برودكت اوف كاتيجوري ان انا ابعت لها ان هوت في الحته دي اقول لها في متغير هيجي لك اسمه كات ان او بيساوي، لو جالها كده 2 يبقى الصفحه دي تقرا اللي اسمها اول برودكت اوف كاتيجوري اللي لسه هنعملها، تقرا رقم 2 فتعرض كل المنتجات اللي من فئه رقم 2، تقرا رقم 3 تعرض كل المنتجات اللي من فئه رقم 3، تقرا رقم 1 تقرا كل المنتجات بتاعت الفئه رقم 1 والى اخره. بس رقم 1 ده مش هنثبته ولا 2 ولا 3، ده برده اللي حسب اللي هيجي من الداتابيز من الكات ان او، حسب هيجي من الداتابيز من الكات ان او، يبقى اقول له دي برده هتيجي من الرو نخليها رقم كام؟ رقم 0. خلي رقم كام؟ رقم 0. يبقى رقم 0 نقطه هتتبعت كبارامتر او ككويري سترنج، كويري سترنج على صفحه اسمها اول برودكت اوف كاتيجوري، هياخد الرقم الفئه وبعد كده ما بين ايه وسلاش ايه، ما بين ايه وسلاش ايه هنا هيعرض الكات نيم، وهنا ما بين قوسين بره هيعرض عدد الايه، عدد المنتجات اللي من الفئه دي. طيب بكده كانت الفانكشن بتاعتنا اوكي. يعني نشوف بقى، نشوف احنا عملنا ايه ولخبطنا ايه. انا هعمل هنا الا ان كده عشان تبقى لي في اخر السطر لوحديها، عشان دي تطلع سطر لوحديها، وكده دي مع بدايه كل ال اي تطلع في سطر لوحديها كتنسيق بس مش اكتر، تطلع سطر لوحديها في الكود مش في العرض، في الكود مش في العرض، هنشوف ازاي. وفي الاخر يطلع ايه سلاش يو ال وهريتيرن اليو ال. ماشي نجرب كده المره دي الجو هيبقى عامل ازاي والدنيا هتبقى عامله ازاي. اد اندكس دوت بي اتش بي، اعمل ريفريش. في هنا ادي كليك هيرت ومش عارف ايه ماشي، وطلع هنا كالكوليترز فيها 66 بس، ومكتوب فعلا الكاتيجوري كاتنا ان او رقم 4 بس يعني اللي فين الباقي يعني. طب تعال نبص كده على الكود بتاعها، افتح كليك مين فيو واقوم ادور على كلمه كالكوليتر، كالكوليترز اهي ادي يو ال ال اي ال اي اول كاتيجوريز بي اتش بي كات ان او بتساوي 4 فعلا، كالكوليترز بتساوي 66 وسلاش ال اي، وقفل يو ال وخلاص على كده. ايه مفيش غير فئه واحده عندنا في الداتابيز مثلا؟ لا طبعا المفروض دوال هنا بتريبيت ده الكلام ده بتكرره. كل مرة هتخش هيكمل على اللي موجود في ال UL، دي معناها هيكمل على اللي موجود في ال UL ويحط دي. طب نشوفها في الداتابيس كده، ناخد الجملة بتاعتنا دي ونشوف ايه مشكلتها، ونروح على PHP My Admin. كتابة جديدة كده اقول له روح لي على لوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن، مش تيبل ريبليس لا، هو الداتابيز بتاعتنا اسمها ليدر كورس، جدول الكاتيجوري اقول لك عايزين نرن اس كيو ال كويري، لا نكتبه احنا بايدينا اس كيو ال، حطيت الجمله قلت له جو بيقول لي مفيش ايه كاتيجوري كده عندنا 8، عندي 8 فئات اهم، كات ان او كات نيم البرودكت كات ان او موجوده، البرو اي دي موجوده، مفيش اي مشكله من اي نوع، ممكن يكون قد يكون ال كات ان او ودي كات نيم بي دوت برودكت اي دي فروم كاتيجوري سي برودكت برودكت بي وير ان سي دوت كات ان او
هو ملوش دعوه بالكابتن اسمه هنا، دليل ان هو جاب بيانات، دليل ان هو جاب ايه، جاب بيانات. اربعة كالكوليترز فقط لا غير، يعني دي اللي بتاع. نرجع ناخد الجملة تاني كده، نحطها من اول وجديد واقول له جو، برضه اربعة كالكوليتر ستة. طب نراجعها يعني، نبص عليها بصة تاني، ايديت كده، سيلكت الكات ان او والكات نيم وكاونت البرو اي دي فروم كاتيجوري سي والبرودكت البي، وير ان الكات ان او هنا بتساوي كات ان او، مظبوط. لازم لما يكون عندي متغير حر كده لا يستخدم دالة تجمعية او دالة احصائية، وبجواره جنبه متغير تاني اخر بيستخدم دالة تجمعية او احصائية اللي هي زي كاونت، لازم نضيف الجزء اللي اسمه جروب باي، وبعد كلمة جروب باي كل الحقول العادية اللي هي كات ان او كات ايه كات نيم. يعني اللي عارف اس كيو ال، انا بتكلم مع ناس يعني خدت اس كيو ال او عارفة اس كيو ال يعني، فالمفروض ان ايه، هات الكات ان او كات نيم وعد البرو اي دي، طالما ان في عد وفي حقول عاديه يبقى لازم نحط جروب باي، وبعد دي كل بعد كلمه جروب باي كل الحقول الايه العاديه. دوس على جروب، ايوه مظبوط كده، طلعت الاداء طلع سليم، هي بس الجروب باي كنا ناسينها. خير، يبقى اقول له بعد كده بعد الوير دي هقول له حط جروب باي الكات ان او والكات ايه والكات نيم، ونرجع نعمل للصفحه بتاعتنا هنا ريفريش. مظبوط، ادي كليك هير اهي بتنادي على اول كات. بص معايا نوت على الستاتس بار ده، واقف على كليك هير، عندي اول كار دوت بي اتش بي المفروض اول كات، ماشي نبقى نصلحها. وادي عندي اهي الاول اول برودكت اوف كاتيجوري دوت بي اتش بي، كات ان او بتساوي واحد، كات ان او بتساوي اتنين، كات ان او بتساوي تلاته، كات ان او بتساوي خمسه والى اخره. وبكده قدرنا نعرض لسه طالعه من الداتابيس فعلا، فاضل ان انا مدوس عليها دلوقتي تعرض لي كل الفئات، او كليك هير تعرض لي اول كاتيجوريز. فممكن دلوقتي كليك هير دي اللي احنا كنا عاملينها في صفحه الاندكس اللي هي فوق، فين هي اهي اللي قبلها سي، ادي سي اهي فعلا دي سي زياده. كليك هير صفحه اسمها اول كات دوت بي اتش بي. عايزين نجرب الاول، نظبط الاول اول حاجه قبل ما نبدا نكمل، يعني احنا كده عرضنا المنتجات في شكل لسته، عايزين كليك هير هنا ما تدوس على تفتح لي صفحه الكاتيجوريز هنا، ونعرض المنتجات دي بس في صفحه في شكل الصور اللي موجوده بيها اللي موجوده فيها.